المغرب بالفوز ديالو على زامبيا خلى منتخب الكوت ديفوار يتأهل للدور الموالي ويمكن غتقوم العقوبة عسكرية فحال اللي وقع في كان 2000. باش تفهم اكثر خليك معايا. كان منتخب الكوت ديفوار برفقة كل من الكاميرون، غانا والتوغو في المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا دورة 2000 اللي تنظمت بشراكة ما بين غانا ونيجيريا. الفيلة تعادلوا في أول مقابلة لهم ضد التوغو وخسروا في ثاني مقابلة ضد الكاميرون وربحوا منتخب غانا. وبالرغم من أن الفرق بثلاثة، الكاميرون غانا والكوت ديفوار كانوا متعادلين في عدد النقاط، الا ان فارق الاهداف كان سبب في الاقصاء ديال الفياله اللي احتلوا المركز الثالث في المجموعه. افراد البعثه الايفواريه من خداو الطياره باش يرجعوا لبلادهم لقاو راسهم هابطين في قاعده عسكريه ماشي في مطار ابيجان. كانت صدمه ومفاجاه الكتيبه. تم الاستقبال والمعامله ديالهم بحال المجندين الجدد، اداو الخدمه العسكريه بكل تفاصيلها وتلقاو دروس على مفهوم الوطنيه والفخر القومي بالانتساب للجمهوريه. لكن من حسن حظ البعثه شاع الخبر عن الصحافه الدوليه وتم اطلاق هم بعد ما قضوا 3 أيام في القاعدة العسكرية. والسلطات بررت هذا الفعل بحمايتهم من غضب الشارع بسبب الأداء ديالهم المخيب للآمال. وكانت هذه حلقة اليوم من كبسولة الكان. نتلاقاو في الحلقة الجاية.